طيب بنروح دلوقتي لأرض الملعب وصالة برج العرب بالإسكندرية، يعني خلاص تلت ساعة تقريبا على انطلاق مباراة النادي الأهلي وهليوبلس. تنضم لنا زميلتنا روزان نصر عشان تعرفنا على كل الاستعدادات والأجواء ما قبل المباراة. اتفضل يا روزان. برحب بك يا مريم وبرحب بضيوف الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب ايضا بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان من داخل طبعا صاله برج العرب بالاسكندريه، متواجده معاكم لنقل الاستعدادات الاخيره لما قبل مباراه الاهلي وهليوبلس، يعني اللقاء الثاني ما بين الفريقين في سلسله بيست اوف 3 دور قبل النهائي اكيد من بطوله السوبر سيدات. يعني خليني اقول ان الفرقتين مستعدين بشكل قوي جدا يا مريم، يعني باين التركيز على كلا الفرقتين. عمليات الاحماء بدات منذ قليل يمكن من خلفي زي ما انت شايفها مريم، يعني الفرقتين مركزين جدا، والفرقتين لقاء النهارده مهم يمكن بالنسبه لهم. اكيد النهارده فريق هليوبلس بيتمنى الفوز على النادي الاهلي علشان يعوض اكيد خسارته في اللقاء يعني الاول، واكيد النادي الاهلي النهارده كمان بيطمح للفوز علشان طبعا يواصل انتصاراته في اللقاء الثاني. يعني خليني اقول كمان كابتن طارق خيري المدير الفني للفريق عقد محاضره في المران الاخير للاعبات علشان طبعا يتكلم معاهم عن جميع الجوانب الخططية أو الفنية كمان، يعني يمكن لتأهلهم بشكل مناسب ولجاهزيتهم بشكل كامل في لقاء النهاردة. مذاكرين فريق هليوبلس بشكل قوي جدا. خليني كمان يعني أقول أنه قبل ما أختم كلامي أكيد يعني أتكلم عن إصابات النهاردة، في ثلاث لاعبات مهمين جدا في لقاء النهاردة يعني غايبين. ميرال أشرف موجودة في السكور ولكن يعني الكابتن حابب يريحها طبعا للإجهاد، وكمان نادين سلعاوي بإصابة طبعا في الإصبع يمكن من المباراة الماضية، وحبيبة محمد لظروف الالتحامات. طبعا النهارده لقاء مهم ان شاء الله ان شاء الله فريق سيدات الاهلي يقدروا يحققوا الفوز في اللقاء الثاني على فريق هليوبلس، وان شاء الله نرجع لك يا مريم طبعا بعد المباراه بلقاءاتنا بالاحتفال اكيد باللقاء الثاني. وخليني اقول طبعا قبل ما اختم يعني انه اللقاء الاول اكيد فاز النادي الاهلي على فريق هليوبلس بنتيجه 89-45، وان شاء الله في اللقاء الثاني كمان يحقق الفوز. بشكرك يا مريم وعوده ليكي مره ثانيه. شكرا ليكي جدا زميلتنا روزان نصر من صالة برج العرب بالإسكندرية.